قال إيليا أبو ماضي، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ما أحوجنا في حياتنا للحب وللجمال، فالحياة بهما أجمل والخير فيهما أكثر. يضيق الإنسان صدرا إذا عن له خطب ما زلزل أركان روحه، وينطلق في مسالك اليأس، وعنده شعور أن الأبواب كلها قد أغلقت في وجهه، وتراه يصعد الشكوى، تسمع شهيقه وزفيره، فترثي للحالة التي وصل إليها. وأحيانا تستمر هذه الحالة بالتردي فتصبح مرضا نفسيا. شاعر التفاؤل في أدبنا المهجري الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي قدم لنا حلا بسيطا يتمثل في تغليب نزعة التفاؤل على نزعة التشاؤم. ونحن دائما نحيل كل نفس متشائمة إلى تلك النصيحة التي ترشدنا إلى أن نرى النصف الملآن من الكأس، وأن نشيح بوجوهنا عن النصف الفارغ. يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة من عيون الشعر العربي عنوانها فلسفة الحياة: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. ثم يقول فيها هذا البيت الذي انتشر في كل مكان: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أحيانا نرى في مثل هذا القول شيئا من المبالغة، لكن حبذا لو وقفنا عند معاني هذه الأبيات التي قالها الشاعر. يمر الإنسان كما قلت في مستهل الحديث بخطب يسير، لكنه يظن أن الدنيا كلها قد أغلقت في وجهه، وأن اللون الأسود بات هو اللون الوحيد في حياته، فلا تراه إلا شاكيا، ويعتقد في قرارة نفسه أن هذه الشكوى ستشكل حلا للمشكلة التي وجد نفسه رهين سجنها القاسي. هو أحيانا شاك متبرم متضجر من قبل أن يقع في وحل تلك المشكلة. وهنا يحذره إيليا أبو ماضي فيقول له: إذا كنت تشكو وأنت خال من الهموم والأحزان بحمد الله، فما الذي تفعله عندما تقع في تلك المشكلة؟ عليك أن تتسلح بالعزم والإيمان والصبر، وأن تجلس مفكرا لإيجاد مخرج مما أنت فيه، لا أن تستسلم للواقع مهما كان مريرا. الشاعر يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وهو نفسه صاحب القصيدة المشهورة المتنبي أيضا، الذي يقول في القصيدة المشهورة الأخرى: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لكن شاعرنا لم يكتفي بالتحذير من هذه المشكلة، بل قرع جرس التحذير محذرا من مشكلة رآها أكبر حجما من المشكلة الأولى، وتتمثل في عدم إدراك ما في هذه الحياة من ألوان ومعاني الجمال في كل شيء. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون خلقه على صورة تستريح إليها النفس وتفرح
بما في كل ثنية من ثنايا هذا الكون من ألوان الجمال. أنا أرى الجمال في كل شيء، أراه في ابتسامة ذلك الطفل الذي يسعد أهله عندما يرون الابتسامة مرتسمة على وجهه، أراها في زقزقة ذلك العصفور الذي يهز الشجرة بأنغامه العذاب، أراها في خرير ذلك النهر الذي يدلف إلى الأرض العطشة ويقول لها: أنا على استعداد لأن أسقيك دون حساب كلما طلبت مني أن أحمل لك الماء القراح. أراها في سقسقة العصفور وزقزقته عندما يهز الشجرة بأنغامه العذاب. يلي أبو ماضي طلب منا أن نرى الجمال عندما يكون منسفحا على المروج الخضراء، وعندما يكون متسلقا الجبال العالية، وعندما يسافر في الغيوم الزرقاء. إذا كنا عاجزين عن رؤية ذلك الجمال، إذا دخلنا إلى ذلك المتحف البديع الذي خطته يد الطبيعة بأمر من الله عز وجل، وعجزنا أن نشاهد تلك اللوحات الرائعة فيه، فنحن أمام مشكلة يجب أن نتصدى لحلها، نحن أمام خطب جلل علينا أن نجد منه مخرجا. والذي نفسه بغير جمال، هنا تكمن المشكلة. ما الفائدة في أن أذهب إلى أجمل المصايف إذا كانت نفسي مقيدة بأحزاني وهمومي، وأشعر أنني لا أستطيع أن أتلمس ما في هذه الأماكن من مواطن الجمال وأسباب الفتنة والروعة؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. ومرة أخرى يحثنا الشاعر على أن نقطف تلك الوردة، وردة الشعور بالجمال، فينبهنا إلى أن نعطي بلا حساب، إلى أن نكون أسخياء كرماء أجوادا إلى أبعد الحدود. ولنعود إلى تلك القصيدة التي رثى فيها لتلك التينة الحمقاء التي أرادت أن تحجب خيرها عن الآخرين. أعطى الله تلك التينة الثمر الطيبة، وبدلا من أن تشكر عطاء الله بأن تعطي الآخرين مما جاد به المولى عليها، أخذ الغرور يلعب في رأسها ويعبث بتفكيرها، فقررت أن تحجب الثمر عن الآخرين. لذلك رثى لها الشاعر عندما قال: وتينة غضت الأفنان باسقة، قالت لأترابها والصيف يحتضر: بئس القضاء الذي في الأرض أوجدني، عندي الجمال وغيري عنده الثمر، ولست مثمرة إلا على ثقة أن ليس يقربني طير ولا بشر. مضت تلك التينة الحمقاء في طريق الضلال غير آبهة بشيء، وتغيرت الأشياء بما لا تشتهي، وجرت تحت الجسر مياه كثيرة، عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر، ولم يطق صاحب البستان رؤيتها فاشتثها، فهوت في النار تستعر. وهنا يحذرنا إلي أبو ماضي من أن نفعل فعل تلك التينة الحمقاء، فيقول: من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فإنه أحمق بالحرص ينتحر. الشاعر
لم يكن خارجا عن الواقع، ولم يدعنا دعوة آتية من فراغ إلى أن نفعل أشياء ليس بمقدورنا أن نفعلها، بل كان ابن الواقع عندما دعانا إلى التزود بأدوات الغطس، حتى إذا أصبحنا مهيئين أنفسنا لغوص عميق نخرج منه بأكداس الدرر وثبنا إلى ذلك الخضم الهائج، فهدأت مياهه واستطعنا الغوص في بحر لجي نصطفي منه لآلئه من المحاري الذي يهلل لعومنا وغطسنا. ما السبيل إلى ذلك؟ ما هي الأداة المهمة في عملية الغوص؟ أن نرسم الابتسامة على وجوهنا وننهد بعد ذلك لمواجهة ما في الحياة من كوارث وخطوب ومحن. يلي أبو ماضي صاحب القصيدة المشهورة ابتسم، قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما، قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما، إلى أن يختم قصيدته بذلك البيت: قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم. بالابتسامة الصادقة، بإدراك أسرار الجمال الرباني في هذا الكون، بالتمتع بوتر يستجيب لأدنى حركة تهزه هزا رفيقا رقيقا. إنها دعوة من الشاعر لتقليب كل صفحة من صفحات كتاب الجمال في هذا الكون الرحيم الوسيع، وقد خط الخالق عز وجل بقدرته هذه الآيات العجيبة في هذا الكون الرائع، وما أجدرنا بأن نقف عندها وأن نكون مستعدين لأن نفهم معانيها. أما الاستعداد فيكون بالشعور أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأن يكون جمالنا الداخلي عدسة دقيقة نلتقط بها الجمال الخارجي لنحسن تصويره ونبدع تجسيده في أذهاننا وقلوبنا. كان هذا البيت من قصيدة بعنوان فلسفة الحياة للشاعر إيليا أبو ماضي، وهو شاعر التفاؤل في أدب المهجر.